جوج هما اللي بقاو وغالبا غيكونوا هما الدريس ومهدي، ولكن اليوم في الفيلم غنشوفوا معاهم رفيق بوبكر، امل اطرش، سلوى زرهان وسكينه درابيل. يلا يلا نتفرجوا في الفيلم غيبدا دابا. صراحه اكسبيريونس كانت زوينه بزاف، الفكره هذه كانت عندنا سنين والحمد لله دابا من بعد طورناها في الكتابه وطلعنا مع بوشرى وصلنا السيناريو. واحد الشهر في التغناج وشي شهرين ديال البريباراسيون، نقول شي 3 شهور او 6 شهور ديال لا بوست برودكشن. فعلا المركز السينمائي ما حضاش بالقبول، هو ما بقيناش انا ودريس ومهدي، ولينا رباعي انا ودريس ومهدي وربيع شاجد. عندنا واحد سيبا واحد تلاؤم فني في الافكار، في الطموح، في شويه ديال الزعامه فينا. حتى واحد ما كيقول الاخر نعل الشيطان اش كدير، ما كاينين اللي كيزعم الاخر. فكرة زوينة والله، فكرة زوينة. دونك كنقول للناس يجيو يتفرجوا في فيلم جوج، والله فكرة وما غيضيعوش الوقت. أنا أول مرة تقريبا غنتفرج فيلم سينمائي وغنبقى نضحك هاد المدة هادي ونسالي في الآخر ونقول واو فيلم زوين. Just amazing and we had so much good time. Because who doesn't know the acting work, it's very difficult, even it doesn't seem the same. Shukran bizaf for la Dries, Mehdi, CD director. Merci. كنقول لهم مرحبا بكم، جيو نتوما والعائله وتفرجوا ودوزوا واحد ساعه ونص زعما ديال الضحك والهليح الشمنة. انا كنقول للجمهور كامل مرحبا بهم اولا، يعني فوزالي باسي ان بون مومون، ما كنعطيو فيه لا موعظه ولا درس ولا حتى شي حاجه، هو ان بتي مومون ديال لو بليزير والضحك. تعليقاتكم كتهمنا وما تنساوش تابوناو باش يوصلكم دائما الجديد.